انا كنت قاعد في الغرفة الساعه 3:30 تقريبا الصبحيات بالضبط، بصلي بصلي قاعد والسحابة تمام تمام. اجى اتصال تليفون على جوالي من تليفون اسرائيل، قال لي السيد حسين التافر. قلت نعم. قال انت ايش الدفع؟ قلت اهلا وسهلا، ايش بدك الدفع؟ قال لي بدك صدارك 4 صواريخ 16. بقول له ايش؟ ايش انا عامل عندي موقع صواريخ انا ولا راجل صواريخ ولا؟ والان اختيار وعندي اطفال وعندي معاقين وعندي مقعدين وخواتي تنتين اكبر في السن ومقعد عندها، وايش تضرب صواريخ؟ انت تايه ولا غلطان؟ ايش اللي عندي؟ انت بتشاطر على الناس اطفال وعزل وارامل وايتام ومقعدين وختيار زي في السن كبير. انا متقاعد بقدر اشتغل بالمطاف من 83 وعمره 58 سنه. قال لي ايش بتسوي؟ قوم. قلت ايش اللي اقوم؟ ايش مجنون انت بتحكي عن انت عن جد ولا ايش؟ قال لي انا بدي اقصف دارك. المجرمين اللي قدام حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله سبحان الله العليم الله. فانا مستغرب يعني العالم كلنا انهم دمرونا صدورنا ولا نسرحها ولا نروح ولا نجي. الله لا حول ولا قوه الا بالله. أربعة لا تهدي بشر ولا وين بدنا نروح ولا لا لا ما هو ولا مكان ولا وين إلا بالجلبية بس. حسبي الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صاروخ 16 دمر حياتي للمستقبل لحياتي، كل مصاري وكل حياتي وتعويشي وعمري كليته في الأرض في الدار. لا نلاقي مأوى ولا مسكن ولا مأكل ولا مشرب الحين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هات تبعت الأطفال طلع طلع أطفال بيلعبوا صغار عنده ولد عمره 5 سنين. الله أكبر عليه. هي هذا قضية في الصواريخ، هذا بتقتل صواريخ إسرائيل. مجرم لعب بدب الله ينتقم منك. أنا تبي وش عليه يتحصر على أولاد ولاده ويشوفوا بمرة ما ينتهي. الله أكبر. لعب بنت صغيرة عمرها 8 سنين هذه بتلعب فيها. إيش صار رعب عنده الصغار الكبار ما خلوش حدا. إيش المجرمين هذول؟ إيش الإجرام اللي بيعملوه؟ كل الدول العالم ما فيه منكبة رجوله ولا راجل يقول وقفوا وقفوا الضرب على المدنيين العزل الابرياء. الله اكبر. والله يا شيخ لو عندنا صواريخ كان يقولنا لا عندنا صواريخ ولا عندنا مقاوم ولا عندنا حاجه يضربوا فينا، بضرب مدنيين عزل. الله اكبر عليهم يا شيخ. حسبي الله ونعم الوكيل عليه. طلع طلع شو شو هاد؟ ايش الدمار العمليه؟ دمار خراب ديار، خراب ديار يا رب. الله ينتقم منه نتليا وكل من عاون وكل من تامر معه. ولا كان نفكر في الأشياء هذه أبدا، ولا توقعنا في يوم نطلع من بيوتنا، ولا توقعنا أن يكون في عنا أي شيء. كنت بقول لك أنا مريضة، حط حبة مضاد لما حدث عملت لي حساسية في وجهي، رحت أخذت حبة هستون، واليوم الوحيدة هذه اللي أنا نمت فيها قفلت. تفاجأت إلا بنت أخوي جاي بدق علينا الباب، افتح 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 إيش في؟ قلت له بدي اطلع برا. لقيت انا انصدمت، مرمية وعندنا صغار، بيت مليان، دحنا الدور الاول وفي دور ثاني في ثالث في رابع 4 بيوت. تفاجأت انه بدنا قال نطلع. ايش في؟ انت تايهين؟ كنت تايهين في كذا؟ قال لا احنا مش تايهين، البيت هذا مستهلك. ليش؟ قال طب احنا فيش عندنا حاجات هذي. المهم جروني على الجيران، شاهدوني على الجيران وبعد عنك فيك شر انكسر زري. ينتقم منهم الله، ينتقم منهم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. شردتونا شردونا من دارنا، هذا الدور علينا. الله ينتقم منهم يا رب العالمين يا شيخ يا رب، ينتقم منهم الله.